تمام. يعني بص، عندك في المعاصر او في اكسرسايز بتاع الجيومتريك كونستراكشن زي اللي هو اكسرسايز 6، هناخد نمبر 3. نمبر 3 بيقول لك ايه؟ مش هكتبها بقى عشان ما تضيعش فيها وقت، هحل على طول. نمبر 3 بيقول لك درو تراينجل اي بي سي، انا هرسمه وانت برسمه تاني في البيت. طيب درو، عشان ما نضيعش وقت، درو تراينجل اي بي سي ان ويتش اي بي ايكوال 6 سنتيمتر. هتقوم انت جاي راسم كده اهو اي بي 6 سنتيمتر. تفهموا بس معايا كده. طيب عايز انت ترسم التراينجل، يقول لك ميجر انجل اي 50. هتقوم واقف لي ميجر انجل ايه، واقف لي بالبروتراكتور هنا وتقيس بقى 10 20 حسب بقى التدريج، 10 بقى كان جوه كان بره، انت هتمشي من اول 10. شوف بقى ال 10 دي على التدريج اللي جوه ولا اللي بره، 10 20 30 لحد ما توصل 50. هتلاقيك هنا مثلا 50 هنا كده مثلا، هتلاقي ال 50 هنا كده، تقوم حاطط انت نقطه وتشيل البروتراكتور تبتدي ايه يا بطل توصل. هكمل ده برسم الترانجل لسه اهو كده، وصل ترسم اي خط كده ماشي. هو بيقول لك انجل بي كام؟ انجل بي 70. هتقوم واقف عند انجل بي هنا في البروتراكتور، بص بس هتقيس من الناحيه دي زي ما قلنا من الناحيه اللي فيها اللاين 10 20 30 مش عارف مش عارف توصل ل 70 هنا كده مثلا 7، تقوم حاطط نقطه وتشيل البروتراكتور وتوصل. عشان هخليها جوه شويه كده بس، هيتقابلوا فين؟ يتقابلوا بقى، امسح الباقي، المهم لحد ما يتقابلوا هنا. يبقى دي سي، يبقى انت كده رسمت الانجل دي 70 ورسمت الانجل دي 50، انت كده رسمت الترانجل تمام كده. تمام تمام. تعالى بقى نشوف ايه المطلوب. المطلوب بيقول لك درو سي دي بيربنديكولار تو اي بي تو كات ات ات دي. طب دي بقى عامله زي المساله اللي احنا قلناها، اللي ايه؟ هو عايز بيربنديكولار بس، ما قالكش بقى بانسكتور ولا حاجه. هتقوم واقف في السي بالكومبس وتقوم عامل ايه؟ زي ما اتفقنا ارك كده. هتقف في السي بالكومبس كده بسلة حديد وتعمل ارك كده. الارك ده يقوم عامل انترسكشن هنا مثلا سي في دي في اي. شفت بقى اللي احنا كنا بنعملها لما عملنا كده؟ وقمنا واقفين هنا كانت البوينت بره وعملنا ده كده ورجعنا وقفنا هنا وعملنا ارك كده، وقفنا هنا وعملنا ارك كده، هو ده اللي هنعمله. هنقف في البوينت دي ونعمل ارك كده، ونقف في البوينت دي ونعمل ارك كده. هيتقابلوا فين؟ هيتقابلوا في تو اركس هنا كده مثلا اهو كده. هتقوم انت موصل بقى البوينت اللي طلعت دي، هتقف في الدي وتعمل ارك، وهتقف في الاي وتعمل ارك، هتقابلوا هنا وموصل دي كده بالسي، يبقى ده كده هيطلع لك بيربنديكولار اسمه سي. كده رسمنا البيربنديكولار، شفت بقى؟ يبقى هو بيجيبها لي بس جوه ايه؟ جوه تريانج. Then find the length of CD، سهله، هتقيس CD ده بالمسطره. طلع بقى والله يطلع مثلا 5 سنتيمتر مثلا ولا حاجه، مش مشكله، يطلع زي ما هو. CD من C لحد D بس هتقيسه. بلاش بقى نخلي دي اف. وبعدين بقى بيقول لك ايه؟ Then find the length of CD by measuring and calculate the area of triangle. اه الاريا اوف triangle. طب هو كان قايل لي ان الاي بي ده 6 سنتيمتر اصلا. مش كان قايل لي الاي بي دي 6 سنتيمتر؟ طيب احنا معروف اصلا في التراينجل ان ده بيبقى البيز وده الهايت. والاريا بتاعت الاريا اوف triangle بتقول ايه؟ هاف تايمز بيز تايمز هايت، فاكر؟ اي الاريا بتاعت اي triangle يبقى هاف تايمز البيز اللي هي 6 تايمز الهايت اللي هو 5. ونحسب الكلام ده بطل طلع لك 15 سنتيمتر اسكوير بس. يعني طبعا حسب بقى اللي حسب السي دي ده ما هيطلع، يعني انا ما اعرفش هيطلع كام. هي تصدق صدفه طلع فعلا هيطلع فعلا 5. انا قلت كده والله 5 خلاص، بس هي طلعت 5 فعلا. ماشي بس سهله ولا صعبه؟ سهل بس. طيب يبقى كده خدنا على الفكره دي. بتاع البايسكتور احنا اتدربنا عليها، فكر اتدربنا عليه. طيب شوف برضه لو في فكره ثانيه، ولتكن مثلا ايه؟ برضه نفس العمليه. طب نشوف بقى ايه؟
هو جايب لك بص فيرست سكند، هاخد من كل واحده واحده كده. سكند مثلا درو اي بي، درو بي سي، درو ايسوس ترانجل. عايز واحده تكون في ايه؟ يوزن كومبسس مش عارف ايه. فاتنين ده ايوه. بص بقى تعالى لي على نمبر 11، على نمبر 11 انا باخد لك، هو كاتب لك فيرست وبعدين سكند وبعدين يعني كل كونستراكشن جايب على انا باخد من كل مجموعه المساله اللي بتبقى شكل بتاعت الامتحان. تعالى لي على نمبر 11 كده. نمبر 11 بيقول لي درو ترانجل اي بي سي ان ويتش اي بي ايكوال اي سي ايكوال 4 سنتيمتر. دي حته جديده بقى. الترانجل اللي فات كان مديني سايد وتو انجلز، فانا رسمته بالايه؟ بالترو ترانجل. الترانجل اللي كله سايدز ده يا ريس هيترسم بالكومبس. اللي كله سايدز ده هيترسم بالكومبس ازاي؟ خد بالك معاك نمبر 11 بيقول لك اي بي ايكوال اي سي ايكوال 4، فانت هتقوم راسم اي بي اهو 4 سنتيمتر. بس يفضل الترانجل ده كده شكله هيبقى ايسوسيلس لان عنده سايدين قد بعض. ارسم لي السايد المختلف. السايد المختلف اللي هو بيقول لك ايه؟ هو بيقول لك اي بي ايكوال بي سي ايكوال 4 سنتيمتر. وبعدين مدي لك لا ايكوال اي سي سوري. وبعدين مدي لك البي سي هو اللي مختلف، مدي لك ب 6 سنتيمتر. ارسم لي انت البي سي احسن. الاول او 6. بي سي 6. هو مش غلط يعني الماكسيم واحد من دول، بس ارسم لي البي سي افضل. طيب بص بقى، طب انت هترسم السايدين التانيين ازاي؟ هما كل واحد فيهم طوله فوق. بسيطه جدا، هتفتح الكومباس فتحه فوق، يعني المسطره بتاعتك ايه؟ افتح الكومباس على 4 سنتيمتر، يعني سن الحديد على الزيرو والسن الرصاص على الفوق. انت معايا ولا مش معايا؟ مع حضرتك. حلو، يعني هتفتح الكومباس فتحه 4 سنتيمتر، وقمت واقف في البي ورسم ار. تمام؟ هينفع طبعا. بص كده. هتعمل نفس القصه، خد بالك ان الاي سي برضه 4 سنتيمتر. يبقى بنفس الفتحه اللي هي الفور، لان هو ما غيرش السايد، لو كان غيره كنت هغير فتحه الكومبس. اقف في السي واقوم عامل كمان ار. بس. يبقى كده ده كده طوله ايه؟ دي البوينت ايه؟ لو انت وصلت كده هتلاقي ده طوله 4 وده طوله 4 سنتيمتر. يبقى انت كده بطل رسمت التراك. وده 6 سنتيمتر. في مشكله في رسم الترانجل؟ لا مفيش. تمام زي الفل. تعالى بقى دلوقتي نشوف باقي الطلبات اللي طالبها. بايسكت اي بي ات دي. يقول لك ات دي. طيب انا لما اجي بايسكت ده هعمل ازاي بايسكت؟ زي ما اتفقنا. بص هقوم واقف هنا اهو. انا واقف في الايه؟ بص هتقف في الايه؟ مش عايز بايسكت اي بي؟ هتقف في الايه ارك كده وارك تحت كده، وتقف في البي تمام ارك كده وارك كده وتوصل، هتلاقيها ظبطت معاك في النص بالظبط، يعني هتلاقيها ظبطت معاك كده. يبقى انت كده عملت له بايسكتور قد ايه؟ تلاقيه اتقسم نصين بالظبط، يعني هتلاقي الحته دي بايسكتور، حط علامات التساوي كده، يعني شرطتين او شرطه كده، هتلاقي ده بقى 2 سنتيمتر وده بقى 2 سنتيمتر. تمام كده؟ تمام. حلو. تعالى بقى دلوقتي. اند بايسكت اي سي ات اي. يعني هتكون نفس القصه. ادي يا دي مستر معايا؟ ازيك يا مستر عاطف؟ ثانية واحدة. بايسكت اي سي ات اي. بايسكت اي سي برضو ات مين؟ سهلة. ات اي. هنعمل نفس القصه مع اي سي اهو. بص هتقوم واقف في الاي وعامل ارك كده وكده، وتقف في السي وتعمل ارك كده وكده، هيقوموا متقابلين هنا وموصل اهو. يبقى انت كده عملت له بايسكتور هنا في الحته دي مثلا في اي اهو، يعني طلع الحته دي 2 سنتيمتر ودي 2 سنتيمتر. طيب هو عاوز ايه بقى؟ هو عايز ثانية واحدة. بيقول لك find the length of دي اي، درو دي اي اند find the length. ماشي بص هي الاي طبعا يعني المفروض تطلع ايه؟ انا ما ظبطتش معايا قوي،
بس هتبص تلاقي دي طالعه لك كده، لان دي انا كده الترم الثاني ان شاء الله ان هيكون ايه، هيكون ايه لو انت وصلت الدي اي ده، لو انت وصلت ده طبعا اللي هو احنا كنا عملنا بايسات، لو انت وصلت الدي اي ده اهو لازم هتلاقيه طالما هو هنا ميد بوينت وهنا ميد بوينت، يعني طالما انا في الاي في نص السايد ده والدي في نص السايد ده، هتلاقي الدي اي طالع نص ده بالظبط، هتلاقيه طالع 3 سم. دي رول هناخدها الترم الثاني، يقول لك لو انت عندك تراينجل كده وعندك بوينت هنا في النص هنا بتاع السايد ده وبوينت في النص بتاع السايد ده، لو انت وصلت كده تلاقي ده نص ده، يعني لو ده 6 تلاقي ده 3. ده هناخدها ان شاء الله بس في الترم الثاني، هناخدها ان شاء الله في الترم الثاني. انت فهمت يا ادهم انا عملت البايسكتور ده والكلام ده ازاي؟ ما فهمت. بس طيب ماشي. وفي بقى بايسكت ايه؟ بايسكت ذا انجل نفس القصه. وفي كونستراكشن هو البارلل، بس يعني ايه ده انت ممكن انت تعمله مفيش مشكله، يعني بارلل انا بقول لك اعمل لي لاين بارلل حتى من غير ايه يعني، هو في كونستراكشن بس يجيب لك ايه برضو ان انت لو عايز تعمل تو انجلز قد بعض، تو انجلز قد بعض بس عشان ما ادخلكش بقى متاهات، هما الاكثر ناس بتيجي اللي هما دول النوعيه دي تمام. التو انجلز قد بعض اللي هي الحته بتاعت اللي حضرتك خلتني حل عليها دي. اللي هي بايسكت ذا انجل. في واحد تاني، في واحد تاني يقول لك ايه عايزين نرسم لاين بارلل للاين. انا عايز اشوف لك واحده عليها بس كده ايه يعني احساس. طبعا الكونستراكشن كتير بس احنا بنحاول ننجزها عشان مفيش وقت، بنحاول ننجزها بحيث ان ناخد الحاجات الاساسيه اللي ممكن لو جت تيجي في الامتحان. بس هي خد بالك الكونستراكشن صراحه ما بتجيش قوي في الامتحان، يعني ما بتجيش قوي. لو جت بتيجي بقى الحاجات اللي هي بتاعت بايسكت اللي انا قلت لك عليها. تمام اوكي. انا عن نفسي في حته بايسكت الانجل دي انا خلاص اكتر حاجه فهمها الصراحه. طب بصي لي كده على نمبر 27، نمبر 27 ايه؟ مساله نمبر 27. 27 27 ثانيه. درو اي بي سي ويتش اي بي درو ترانجل اي بي سي ان ويتش اي بي ايكوال 6 سنتيمتر. دي زي اللي احنا رسمناها في بدايه الحصه، هترسم انت الاي بي 6 سنتيمتر. طيب بيقول لك ميجر انجل اي ايكوال 50. انت بتفكر برضه زي ما اتفقنا جامد الانجل 50 هي 6 كده يبقى 50. طب ميجر انجل بي ايكوال 70 هتقف هنا برضه بالبروتكتور زي ما اتفقنا، وايه؟ وتقيس انت كده وتوصل تفضل تمد ده وتمد ده لحد ما يتقابلوا هنا مثلا اهو كده. احنا رسمنا التراينج دي سي كويس. طب حلو قوي، تعالى بقى نشوف ايه يا بطل. بيقول لك دي كده سيبت. تعالى بقى بيقول لك ايه يا سيدي، ركز بقى في الحته اللي جايه. درو اكس واي باسنج ثرو اي اند بارلل تو اي سي. عايز يرسم لاين بارلل. بص دي بقى بيعملها ازاي؟ بص لو عايز ترسم لاين بارلل اللي هنا سهله قوي. بيقول لك انت هتقف هنا اهو. بص هتمد السايد ده شويه بس كده، هتمد السايد ده شويه كده. بص كده، عارف فاكر ال فاكر الكورسبوندنج انجلز؟ انت عايز ترسم واحد بارلل هنا لده صح؟ عايز ترسم واحد بارلل لده. طب مش ده حرف اف اهو؟ بص اهو كده كورسبوندنج صح ولا لا؟ صح تمام. فقال لك طيب يعني معنى كده عشان انا ارسم واحد بارلل لده انا محتاج ارسم انجل هنا 70، محتاج ارسم انجل هنا تكون 70. طب ارسمها ازاي؟ قال لك هنرسمها بالكومبس. طب بص بقى هتعمل ايه؟ ركز بقى معايا عشان دي مهمه قوي. بص انت هتقف هنا بالكومبس بتاعك
وتاخد لي وتعمل ارك كده. طب الكومباس وتاخد لي ارك كده، تعمل ارك كده. طيب. وهتقوم واقف هنا اهو. السن الحديد والسن الرصاص بتاع الكومباس كده، طب خد بالك خد بالك، وتاخد ايه؟ وتاخد اتساع الارك ده. تاني. يبقى انت هتقف في البي وتعمل اي ارك كده. هتقف بقى بسن الكومباس بتاعك كده بالسنين وتعمل ايه؟ تاخد الاتساع ده كده. يبقى فتحت الكومباس كده. معلش معايا؟ تمام. خد بالك حضرتك. وهتقوم واقف فين؟ واقف في بوينت ايه دي؟ بوينت ايه دي؟ بص كده. وتقوم عامل ايه؟ الارك اللي انت عملته ده تقوم عامله هنا. هيطلع عامل كده. انت واخد نفس الفتحه بقى بتاع الكومبس. ايوه. معلش هي رخمه شويه. يبقى تاني انا هقف هنا بالكومبس واعمل الارك ده. اوكي؟ طب او ممكن اقول لك على حاجه اسهل كده. بص اقف بالكومبس هنا واعمل لي ارك هنا واعمل لي ارك هنا. اقف بالكومبس هنا واعمل لي ارك. دي اول حاجه. هتيجي بقى المشكله ايه؟ انا عايز الارك ده يبقى قد الارك ده، قد الارك اللي هو بين التو بوينتس اللي هم مثلا تاخد دي 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 ودي دي. عايز الارك دي دي يبقى قد الارك ده. هتقوم واقف بالكومباس وتاخد الاتساع بتاع ده زي ما اتفقنا. بص وتقوم راح فين؟ واقف هنا اهو وتعمل لي ارك كده. عايز تجربها دلوقتي تعملها تاني؟ اعمل وريني. ترسم نفس ترسم نفس الرسمه تاني. البوينت اللي طلعت لو انت وصلت كده اهو هيطلع اللاين ده بارلل والانجل ده هتبقى 70 زي اللي هناك دي. يبقى انت كده ده كانه كورسبوندنج اكسس، كانه كورسبوندنج اكسس. لو انت عايز تجربها دلوقتي اوكي، عايز تجربها في البيت براحتك. هو انا اجربها في كومبوس بقى لان الصراحه دي بقت كويس فيها. الايه؟ دي بقيت كويس فيها الصراحه، مش محتاجه. انا عملتها هنا كمان تقريبا، دي اول مره عملتها. انا بقول لك يعني. طب يعني دي تحب تجربها في البيت ولا تجربها دلوقتي؟ لا يا جماعه ممكن اجربها في الهوم ورك. ها؟ وممكن اجربها في الهوم ورك. طب اوكي ماشي. يعني هي 27 دي حاول تحلها فين؟ طيب اشوف لك بقى المسائل اللي هي ايه؟ عشان كده بعتبر المنهج ان شاء الله خلص الحمد لله. شوف لك المسائل اللي واقفه على الباراليليز. عشان عايزك بقى ايه؟ اخليك تحل لي امتحان كامل الجبرا وامتحان كامل جيومتري. ودول بكره ان شاء الله هنشوف الايه المسائل اللي وقفت فيها. يعني بحيث يبقى طبعا عشان بعد كده تخش في الامتحانات فهتوقف. فنبقى بقى يعني ايه اتقنن الجبرا والجيومتري. طيب. ومش مشكله اللي وقف معاك، ما فيش مشكله. هنحل كل ده معاك. طيب نشوف بس دلوقتي ايه؟ المسائل اللي هي كانت بتاعت الهوم ورك. طيب تمام. ممكن تبعتها لي يا عيد المساله نفسها؟ انا بعت انا بعت اجابتي وبعت السؤال. طب فين السؤال بقى معلش؟ طب ابعت لي السؤال تاني. حاضر هطلع السؤال بعد اذنك. هطلعهم تاني. هو ده كل اللي انا بعته. ما انا عارف. انا ما احنا هنبعت السؤال تاني. سؤالين ايوه. انت بعت لي اجابتك مش بعت لي السؤال. ايه ده ازاي ما بعتش؟ ثانية هبعته تاني. طيب ماشي بعت لي السؤال. المسألة دي اللي كانت واقفة فوق. طيب هكتب الجبن بتاعتي. طب أنا قلت لك في الجبن أهم حاجة اكتب لي البارلل الأول. يعني أول جبن ده بتاع البارلل الأول أهو. بي بارلل بي اف جيفن مكتوب تحت ان اوبست فيجر. في جيفن تاني اي بي بارلل سي بي. اي بي بارلل تو سي بي ماشي. هو طبعا وميجر انجل 8 و 40 حاطط عليهم ريز طبعا كده كويس. طيب بعد كده ميجر انجل 8 و 40 بعدين ميجر انجل هو ميجر انجل ايه ايكوال 55. برافو عليك. طيب بص بقى يا بابا ده كده الايه ده كده الجيب. طب نشوف الار تي بي. الار تي بي فايند ميجر او عايز تقول ار تي اف مش مشكله بس خليك ار تي بي وخلاص. المطلوب هي ريكوير تو بروف ار تي بي ستيت فور او ستاندز فور ايه ستاندز فور سوري
ميجر انجل. كويس قوي. تعالى بقى نشوف. ومنتهى البساطة انا همسك اول جيب سينس اي بي، عايزك تحل بنفس الطريقه. خد اول جيب ده سينس اي بي بارل تو اي، يا ترى ده هيفيدني في ايه؟ ده بارل لاي اف. طب ما تخليك في الجيب بتاع سي دي الاول، يعني اشتغل على اي بي وسي دي الاول. طب سينس اي بي بارل تو سي، تمام. طالما ان الاي بي بارل تو سي دي هستفاد ايه؟ اجيب له بقى معاك الجيفن بتاع ال 40 بالمره، يعني انا اخد ده واخد ده وميجر انجل اي ايكوال 40، لان انا هستخدمها. انا عايز اقول له ان طالما ده بارل لده ودي 40 يبقى دي هتبقى 40. يبقى اقول له ذيرفور ميجر انجل ايه، عايز تقرا الانجل دي كويس، خلي السي في النص وهي متوصله بالاي وبالدي، اكتب الاي من هنا والدي من هنا. ميجر انجل اي سي دي ايكوال ميجر انجل اي، لازم اقول له كده، مش اقول له 40 على طول، لا لازم اقول له هي ايكوال مين؟ ايكوال 40 وبتوين براكتس اكتب الترنيت. بس كده اجابته ما تخرش المايك. طيب تعالى بعد كده خلصنا الجيفن ده وده. طب خش بقى على اي بي بارلل اي اف. اي بي بارلل اي اف سينس اي بي بارلل تو اي اف. خد بالك طالما ان اي بي بارلل تو اي اف، اي بي بارلل تو اي اف، اكيد برضه سي دي هيبقى بارلل لاي اف، او ذيرفور سي دي هو كمان هيبقى بارلل لاي اف. وبناء عليه اقول له بقى ايه؟ ناخد بقى الجبن اللي عليه الدور، يعني خلصنا ده خدنا ده، فاضل لي الجبن اللي عليه الدور هو 55. اقول له ايه؟ وسينس ان ميجر انجل اللي اسمها اي 55 هيفيدني في ايه بقى لو ده 55؟ يبقى دي كمان 55. اقول له therefore، بس لازم اقول له مين ايكوال مين؟ ميجر انجل اي ايكوال ميجر انجل اللي هي دي اسمها ايه؟ دي سي اي، ونخلي السي في النص متوصله بالدي والاي ايكوال 55. خلاص ايمن عملت كده؟ اه في مشكله حد كده؟ لا انا بتكلم على الترتيب في الحروف. انا الغلطه عندي كانت في ايه؟ في ترتيب الحروف. انا عارف، انا قلت لك في حاجات تعملها صح وحاجات تعملها غلط، فاهم؟ صح في ايه؟ يعني هي مشكلتي كانت في الحروف، في ترتيب الحروف. اه في ترتيب الحروف، لان الترتيب مهم جدا. هو مثلا هو التدريب الترتيب بتاع البروف ده، او مثلا البروف ده بينقصني عليه؟ هو بينقصك على البروف، بس بصراحه في الترم الثاني ممكن في الترم الاول ايه يعني يعدي لك، وفي ناس ما بتعديش. احنا ليه نقعد بقى نستنى اللي مين اللي عدينا ومين ما عديناش؟ طب انا ما انا ادرب نفسي على الحل الصح وخلاص. انت فاهم؟ اه يعني اللي طيب يبقى ميجر اي اسوأ فر لي يا مستر اللي هي قدام اي اف او نفس اي اف بالظبط صح؟ ليه؟ زيها بالظبط يعني. البارلل؟ اه لا البارلل هم عاملين زي ال 11. بص سي دي عاملين زي ال 11 كده، يعني عاملين كده معايا؟ اوكي تمام. اه فانت تلاحظ حاجه، انجل اي ام يو ايكوال الانجل دي ايكوال كام؟ ولازم اقول له جنبها كلمه الترنيت. اصوات الامتحان دلوقتي ايه؟ يقول لك جيف ريزون، يجيب لك مثال يقول لك جيف ريزون. جيف ريزون يعني عايزك تعمل عشان ما نقصش عليك. طيب احنا بندور بقى على ان مش هننجح، يعني بندور على ان شاء الله نقفل. طيب تعالى بقى دلوقتي، وغير كده كمان انت هتستغل ده في الترم الثاني، هتستخدمه في الترم الثاني، وهتستخدمه في بعد كده طول حياتك. ما عادش في جيومتري هتعملها بقى تكتب انسر او تكتب سوليوشن او الكلام ده، ما فيش. كله كده، كل مثال جيومتري كده بعد كده. طيب الا بقى لو هي تشوز مثلا. طيب تعالى بقى دلوقتي، هو طالب مني انجل مين؟ انجل اي سي اي. بص اي سي اي، طب ما اي سي اي واخده جواها تو انجلز، ال 40 وال 55. هقول له يبقى ذيرفور، هو طالبها بقى، انا خلصت الجيب كلها لو انت لاحظت. الدور على الايه؟ على الار تي. هقول له ذيرفور ميجر انجل اي سي اي ايكوال كام؟ ايكوال 40 بلس 55.
تطلع كام؟ تطلع 90. بس في الاخر خلصت المسار. سهله ولا صعبه؟ سهله. يبقى حاول امشي ورا الجبل، حاول امشي ورا الجبل، تنشر الجبل واطلع معاك المساله مظبوط. وده زي ما قلت لك هيريحك في الترم الجاي والترمات اللي جايه كلها. بعدين انت لما تعمل المصحح بروف كده انت هتبقى متميز عن زمايلك. ان انت ايه؟ اه ده ولد فاهم يعني بروف ومنظم. انت معلش معايا؟ يعني حتى لو انت حضرتك هنا حطيت على الرسمه ده بيظبط مع ده، يعني مثلا تفسير حاجه في الكتابة هنا. اكتبها على الرسمه المصحح هيديلك ايه؟ هيشوفها من الرسمه ويديك درجاتها برضه. تمام؟ انا بحاول دايما، انا ما بحبش العب على النجاح، انا بحب العب على الفول مارك. تمام؟ انا مش هلعب على الاجابه اللي تجيب لي نجاح، لا فول مارك على طول ان شاء الله. ما بحبش انا موضوع النجاح كده وخلاص ده. طيب تعالى نشوف مثلا المساله اللي بعدها حلها بنفس الطريقه اهو. بص هو رسم لي كده، هو واضح جدا رسم لي ده كده برد اللي ده، وبعدين قام وصل لي ده كده عمل تراينج. بص وصل لي ده كده. طب انا ملاحظ ده حرف يو يعتبر، طالما ده برد اللي ده، ده كده برد اللي ده يبقى ده حرف يو. اه دي حاجه. الحاجه الثانيه انت لما توصل لي ده كده، طب ما ده حرف زد اهو، ده حرف زد اهو بقى، ودي اسمه ايه؟ ده اسمه اي بي سي اهو. ادي ايه وادي بي وادي سي. طيب تعالى بقى دلوقتي هنا دي ايه؟ كويس. تعالى بقى بطل ولا تقول لك ايه؟ ده كده دي. طب هنا بقى دي قال لك دي 70 ودي 50. طيب تمام جدا. تعالى بقى نشوف ايه الجبل والارض دي برضه. ادي الجبل بتاعتي، قال لي اول حاجه ايه؟ اي بي بارلل تو سي دي. اي دي بارلل تو بي سي. طيب بعد كده في بيلونز، سيبك من البيلونز ده مش مهم قوي. بعد كده ميجر انجل دي اي اي ايكوال 70 ديجريز. ميجر انجل دي اي اي 70 ديجريز. بعد كده في جيفن ميجر انجل دي اي بي 50. ميجر انجل دي اي بي ايكوال 50 ديجريز. طيب find the measures of ايه؟ find او find ده بقى ده الايه؟ ال ار تي بي. هو عايز الميجرز بتاع مين يا بطل؟ بتاع تريانجل اي بي سي. يعني من الاخر عايز الانجل دي والانجل دي. طيب فانا ايه المطلوب؟ measures of angles of triangle اي بي سي. اجي في البروف اكتب ايه بقى؟ بص بقى معاك في البروف نمسك الجبن واحد واحد من شوية. اول حاجه اول جبن اكتب اكتب قبله سيلز. ركز معايا عشان هخليك تعمل واحده دلوقتي. سيلز اي دي اوكي بارلل بي سي. اه ده بارلل ده استفاد منها ايه؟ بارلل دون اكيد انا هستغل بقى ايه؟ طالما ده بارلل لده لازم ناخد معاه جيفن كمان انجل، يعني معاه ناخد معاه جيفن بتاع 7 دي عادي. لو انت عايز حاجه ركز كده، ده بارلل لده وهو مطول لي دي كده عامل لي هنا انجل 7 دي، ده حرف اف اهو. ايوه صح، يبقى دي كمان 7 كورسبوندنج انجل. عملت دي كده تمام. اه ما انا فاهم، انا بقول لك على التنظيم بس مش اكتر. ما قلتلكش انت عامل غلط، انت عامل صح بس التنظيم تو. دي يبقى دي 70 يبقى انا اقول له دي 70. فانا اقول له ايه؟ وميجر انجل
اللي هي دي اي اي ايكوال 70 تمام؟ طالما دي 70 تمام دي يبقى اقول له الكلام ده بقول له therefore measure angle لان هو في امتحان هيقول لي جيب ريزون لازم اقول لي جيب ريزون measure الانجل دي اللي هي فوق دي هقراها ازاي؟ خلي الايه في النص متوصله بالدي متوصله بالدي ايكوال ميجر انجل سي ايكوال 70 واكتب له بين براكتس كورسبوندنت كورسبوندنت انا كده اجابتي ما تخرش المايه زي ما بقول كورسبوندنت كده خلصنا دي احنا خلصنا الجيبن ده وده طيب نخش على الجيبن اللي فاضل اللي هو ايه بس خد بالك من حاجه كمان الجيبن بتاع البارلل لسه ما خلصش هاخده تاني مع ال 50 اقول لك ليه اقول له سينس ان اي دي بارلل تو بي سي وناخده مع الانجل ال 50 بقى يعني ممكن الجيب ناخده مرتين عادي اخده مع الانجل ال 50 ميجر انجل اي اي بي 50 هيفيدني في ايه لو انت ملاحظ حرف زد اهو حرف زد اهو دي 50 يبقى دي برضه 50 يبقى اقول له therefore measure angle B equal measure الانجل ده اللي اسمها ايه؟ اكتبها ازاي؟ اهو احط الايه في النص وهي متوصله بالدي وبالبي اهو equal 50 واقول له ايه بقى؟ ان هم عايز اقول له ان هم عاملين حرف زد يعني الانجل دي كده دي عامله حرف زد مع دي حرف زد مش هكتبها له كده هقول له alternate angles alternate angles تمام طيب نيجي بعد كده انا عملت دي alternate angles نبتدي نقول له ايه بقى؟ انا كده خلصت كل الجيفن على فكره يعني خلصت ال 50 اهو استفدت منه وخلصت ال 70 اهو وخلصت البارلل خلصت تقريبا كل حاجه جيت ابص ايه المطلوب بقى؟ find the measures of angles of triangle ABC. هلاقيني اصلا جبت اثنين اهم جايبهم لي على الرسمه وكاتبهم له هنا كمان. فاضل لي طب ما انا عارف ان sum of angles of اي triangle 180. بس دي مش هقدر اقول له ايه واثبت يعني مش هقدر اقول له therefore measure angle ايه واثبت. امال هقول له ايه؟ لا اصل واحده تيجي تقول له ايه؟ هيطلع لك واحد يقول لك ايه؟ طب انت تقصد ما دي اسمها ايه؟ وال50 دي اسمها ايه؟ وال70 دي اسمها ايه؟ لكن البي والسي انا قلت دي على طول ليه؟ ما ديش اللي هي هي بي واحده وهي سي واحده ولكن دي انا عندي ثلاثه ايه؟ ادي واحده ايه ودي واحده ايه ودي واحده ايه؟ فلازم اميز، اميز ازاي؟ عاملها بثلاث بوينت ثلاث بوينت يعني اقوم عامل ازاي؟ therefore measure angle هي اسمها ايه؟ ومتوصله بمين؟ متوصله بالسي وبالبي ممكن اكتب البي من هنا والسي من هنا او السي من هنا والبي من هنا مش فارق المهم تخلي الايه في النص ثم 180 minus افتح براكت 70 50 70 plus 50 احسب الكلام ده وطلع لي ايه 60 واجري بسرعه اللي اجيبه اجري اكتبه على الرسم كده خلصنا المساله اهو يبقى انت مش حالل غلط ولكن الحل مش منظم فاهم قصدي ايه؟ انا قلت لك على الحل اللي يجيب لك الفول مارك انت معلش معايا مع حضرتك انا بعتبر اي حل ما يجيبش في المارك بعتبر ان هو مش بعتبره مش صح تبقى لدرجه ايه؟ ازاي؟ لا بالذات لما يكون الطالب اللي قدامي شاطر ما بحبش ان هو يقل على في المارك ما بحبش يجاوب اي اجابه كده خلاص والسلام اللي هي مثلا المصحح اي دي يديله بقى ايه؟ دي الاجابه دي تاخد اربعه من خمسه الاجابه دي تاخد ثلاثه من خمسه في حاجات ناقصه لا عايز الاجابه قرش الماء زي ما بيقول انت راجل شاطر يبقى الاجابه 5 اوت اوف 5 انت معلش معايا طيب ممكن تحاول تحل لي انت المساله اللي قبليها اللي هي نمبر 9 بالبروف اللي هي نمبر مش 9 نمبر 10 تحل لي بنفس الطريقه هو مستر طيب احنا حلينا